وش الفرق بين النظام القديم والنظام الجديد اللي تم إقراره؟ وش أبرز يمكن ما يتضمنه من فروقات؟ وشي يقول هذا يعتبر صراحة نقلة جدا كبيرة ومميزة في سوق العقار. هذا القرار راح ينقل جميع مختصين في العقار نقلة جدا مميزة. في السابق كان طبعا في السابق كان نقول يعني شغل عشوائي، العناصر طبعا الصفقات البيعية اللي هو المالك والمكتب الوسيط والمشتري، كل واحد من الأطراف الثلاثة يعني ما عنده آلية أنه يقدر يضمن حقه في النظام السابق. الآن هذا المشروع طبعا تشهر الهيئة العامة للعقار على هذه النقلة وعلى هذا المشروع، يعني يعتبر جبار جدا. كل واحد من الأطراف الثلاثة راح يضمن حقه من ناحية اللي هو المشتري والبائع والوسيط. كل هذا كل واحد ليه والحين وش ما يضمنون؟ ما يضمن حقه. ليش؟ المشتري راح يدفع سعي، كيف حيضمن حقه بالنسبة للسعي أو بالنسبة للعربون، أو حتى بعض المشترين يروح يشتري ويروح يقدم عن طريق البنك وفي الأخير يكتشف أنه صاحب العقار باع العقار، ما يضمن حقه. المكتب العقاري يقول لك أنا أبغى أضمن سعي، كيف أضمن سعي؟ المالك يقول أنا والله أبغى أبيع، لكن كيف أضمن أن جدية المشتري؟ كل الأطراف هذا الثلاثة ما كان في آلية تضمن حقهم. حتى الآن المكتب يقول لك أنا كيف أضمن السعي؟ هذا القرار الآن راح يضمن لك، يضمن لكل الأطراف الثلاثة حقهم نظاميا. بالنسبة للمشتري من ناحية العقود حيكون في عقود، السعي لما تدفع العربون يعني مشي في النظام السابق يدفع عربون لكن ما يضمن يرجع للعربون. إذا ما تمت البيعة كيف أنا بأسترجع عربوني؟ والمكتب يقول لك والله أنا تعبت معك فمن حق العربون. مني راح يفصل هذا الموضوع؟ الآن الهيئة فصلت في هذا الموضوع. في نظام الآن بالنسبة للعربون، طبعا فرق بين العربون وبين السعي. في السابق كان مدموج العربون فجأة يتحول إلى سعي، الآن لا، العربون له نسبة والسعي له نسبة. العربون كم نسبته؟ العربون الآن 25%، إذا 25% هو 5% يعتبر من قيمة العقار هذا كعربون، وإذا 5%؟ إيه هذا عربون بس. وش سعي؟ السعي 2.5. كثير هو هذا العربون جدية الشراء. جدية الشراء انت تدفع. طيب انا يمكن ما امتلك المبلغ هذا، حيرجع عن طريق البنك. اي حيرجع لك عشان كذا قلنا في السابق انت ما تضمن ان يرجع لك العربون او ما يرجع لك العربون. طيب.